الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات لا شك أن العالم في هذه الأيام يعج ويمج كما يقال وجميع وسائل الإعلام في الشرق والغرب وفي العالم كله تتحدث عن حدث من الأحداث الواقعة في العالم اليوم وهو الحدث الذي وقع في فرنسا إثر الهجوم الذي تعرضت له إحدى مقرات الصحف الساخرة في فرنسا والمسمات شارلي إبدو أو هيبدو على كل حال لا مشاحة في هذه الحروف الأعجمية وهذا تعبيري الخاص طبعا دائما عندما تقع مثل هذه الأحداث توجه أصابع الاتهام إلى المسلمين هذا معروف لما كتوقع مشكلة بحال هذه في العالم وخصوصا في العالم الغربي
يشار بأصابع الاتهام إلى المسلمين أو إلى الإسلام. لو قالوا بعض المسلمين لقلنا لهم نعم، هناك بعض المسلمين لا يفهمون الدين ولا يفهمون الإسلام ويتصرفون دون أن يعودوا إلى أهل الحل والعقد من أهل الإسلام وهم العلماء، لأن هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا في فرنسا وقاموا بهذا الهجوم لو كانوا يفهمون حقيقة الإسلام لتوجهوا قبل فعلهم إلى العلماء، يستشيرون العلماء والدعاة وأهل الحل والعقد، ولا أظن أن عالما من العلماء سيبيح لهم أن يفعلوا ذلك أو يجيز لهم فعل ذلك، لأن هذا مرفوض طبعا في الإسلام. ولا نقول هذا من باب المجاملة أو من باب المحاباة أو من باب الخوف، نحن لا نخاف إلا الله، لكن هذا ما نعتقده. الدين ديالنا، ديننا لا يسمح بفعل مثل هذه الأشياء. طبعا هناك من يسيء إلى الإسلام برسوم أو بكتابات أو بأقوال أو بإشارات أو كذا، لكن الإسلام لا يبيح لك أن تنتقم بخصوص بهذه الطريقة. يمكنك أن تلتجئ إلى القضاء، نعم المسلمون يلتجئون إلى القضاء، يقفون وقفات من أجل صد أي عدوان يمارس عليهم أو ظلم أو استهزاء بدينهم أو بمعتقداتهم، نعم، لكن الأمر لا ينبغي أبدا أن يصل إلى مثل ما وصل إليه اليوم. يعني هذه القضية، هذه إحنا المسلمين شنو موقفنا منها؟ نرفض هذا الفعل، وتنعود مرة أخرى كنقولها، ما كنقولهاش من باب المجاملة، نجاملهم، لا نجاملهم. الدين ديالنا هكا كيأمرنا، لا يأمرنا بقتل أحد أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا أروع الأمثلة، ضرب لنا أروع الأمثلة في تعامله مع الخصوم، في تعامله مع من كانوا يريدون قتله، في تعامله مع من أرادوا قتله، في تعامله مع من ضربوه، في تعامله مع من شتموه، في تعامله مع من أخرجوه من مكة، وهذا يعلمه الجميع. ولكن لا نقول هذا للحضور الكريم، نريد أن يصل الكلام إلى، لأن نحن الحمد لله كلنا مسالمين، أنا شغادي نقول لكم أنتم هادشي، إحنا كلنا مسالمين، كل رواد المساجد المسلمين في أوروبا سواء في فرنسا أو في هولندا أو في غيرها من بلاد الغرب، كل المسلمين الذين يأتون إلى المساجد يصلون ويقيمون شعائرهم التعبدية هم مسالمون، تفهموا الدين ديالهم جيدا، لا أحد يحرض على القتل ولا على ما يسمى بالإرهاب ولا أي شيء من هذا القبيل. لكن هناك بعض الحالات الشاذة، وهذا موجود في كل المعتقدات، حتى في المسيحية هناك متطرفون أو غلاة، في اليهودية كذلك هنا غلاة، الصهيونية مثلا هما غلاة، وفي كل المعتقدات الأخرى. فإذا عموما المسلمون هم مسالمون، لأن الإسلام هو دين السلام، وهذا هو العنوان الذي سطرناه لخطبة هذا اليوم، الإسلام دين السلام. والرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت عندما أخرجه قومه من مكة، علاش كنقولوا هذا الكلام؟ باش يفهموا بأن احنا هذا هو المعتقد ديالنا، راه ما كنقولوش هذا الشيء مجاملة، وإنما عندنا أدلة في الدين ديالنا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، القدوة، قدوة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمنا من خلال القدوة النبوية ومن خلال القرآن الكريم ومن خلال ما يقوله العلماء الذين فهموا النصوص واستنبطوا من النصوص أن هذا الإسلام لا يدعو إلى مثل هذه الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام عندما فتح مكة ودخل إليها فاتحا، دخل مكة فتح مكة، باش ما هذولك يقول لك راه الإسلام ديال الإرهاب والإسلام دابا أنت لصقتهم، هناك من يلصق التهم بالإسلام، نعم في أوروبا كما سمعنا في الأخبار وكما تتبعنا هناك بعض السياسيين من صناع القرار الغربيين من يقول لا علاقة بالإسلام بما وقع، هؤلاء منصف تنقول لهم، يعني كنقول لهم شكرا لكم على هذا الموقف، ما دمت أنكم لا تلصقوا التهمة بالإسلام حتى احنا معكم وكنقدروا هذا الموقف العظيم ديالكم جيد مزيان، لكن هناك من يلصق التهمة. من الذي يستغل مثل هذه الأحداث؟ الذين يستغلونها اليمين المتطرف، اليمين المتطرف في فرنسا، اليمين المتطرف في هولندا، اليمين المتطرف في بعض البلاد الغربية، هناك يمين متطرف يستغل هذه الأحداث ليلصق التهمة بالإسلام، ونحن نصد هذه التهمة عن أنفسنا ونقول إن الإسلام ليس دين إرهاب أبدا، نقولها بملء أفواهنا.
ودليل أكبر دليل على ذلك أن المسلمون في أوروبا مسالمون، هذه الأحداث لا تقع دائما. فلو كان المسلمون يحملون في أنفسهم عقيدة أنهم يحبون أن يقاتلوا أو أن الإسلام يأمرهم أن يقتلوا الناس ويذبحوا الناس لكان هذا الفعل منتشرا بشكل مثير، لكن في بعض الأحيان تقع أحداث كما وقع في هولندا، كما وقع في بريطانيا، كما وقع في مدريد، كما وقع في الآن في فرنسا. هذا كلها حالات شاذة، هؤلاء لا يتعلمون. ومنهم من هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال من لا يأتي إلى المساجد، لا يصلون في المساجد. هناك قال لي أحد الأخوة ذات يوم، قال لي هناك من الناس من لا يصلون في المساجد ولا يسمعون خطبة الجمعة ولا يحضرون الدروس، وإنما يأتون بالفتاوى التي تبيح لهم فعل ذلك من بعض المواقع في الإنترنت ومن بعض الأشخاص الذين لا يدخلون المساجد. فلو جاءوا إلى المساجد وسمعوا الكلام واقتنعوا به لما وقع ما وقع، لا هنا ولا هناك ولا في أي مكان آخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت عندما دخل إلى مكة فاتحا قال لهؤلاء الذين أخرجوا وكانوا ما زالوا أحياء في مكة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تدرون أني فاعل بكم؟ تصوروا هذول طردوه من بلاده، خرجوه من مكة واعتدوا عليه وسبوه وشتموه ولم يتركوا باب من أبواب الأذى إلا وطرقوه في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كيف كان موقفه؟ قال لهم: ما تدرون أني فاعل بكم؟ قالوا: كريم وابن أخ كريم. شهدوا له بأنه كريم وابن أخ كريم، فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني لم يقتل أحد منهم أبدا ولم يسفك دم أحد منهم أبدا. وشي حاجة أكثر من هذه، النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الناس قائلا في مكة عندما فتحها: من دخل داره فهو آمن. من المشركين: من دخل داره فهو آمن. نحن لا نقتحم البيوت، وإن كان الذين في البيوت هم من اعتدوا علينا فنحن لا نقتحم البيوت ولا ننتهك الحرمات. من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن وضع السلاح فهو آمن، ومن دخل دار أبا سفيان فهو آمن. وأبو سفيان لم يسلم بعد، وكان زعيم من زعماء المشركين القريش، أعطاهم الأمان النبي صلى الله عليه وسلم على أعراضهم وعلى أرواحهم وعلى أنفسهم وعلى أموالهم. لم يقتحم بيتا من بيوت المشركين أبدا لينتقم لنفسه أبدا. إذن هذه هي الصورة للإسلام. وإذا أردنا أن نقدم نماذج عملية من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الخصوم لما وسعنا الوقت، ولكن نكتفي ببعض هذه النماذج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سالم من سالمه ولم ينتقم ممن اعتدى عليه إلا في الحروب والغزوات عندما تكون هناك مواجهة بين جيش المسلمين وجيش المشركين، فالطبيعي أن يكون هناك قتال. أما أن ينتقم أو يخترق البيوت أو ينتهك الحرمات أو يعتدي على الناس فهذا ليس من شأن الإسلام. ولهذا نقول بأننا الإسلام بريء من هذه الأفعال، نقولها ونكررها مرة أخرى. ونقول للغربيين سواء تعلق الأمر بصحافيهم وبإعلاميهم وبوسائل الإعلام عندهم: على رسلكم، الإسلام بريء من هذه الأمور. وإن كان هناك من بعض الأفراد المسلمون الذين تسول لهم أنفسهم أن يفعلوا مثل هذه الأفعال، فهؤلاء لا يعودون إلى العلماء ولا يعودون إلى أهل الحل والعقد، وإنما ينطلقون من تلقاء أنفسهم أو يأخذوا فتاواهم التي تبيح لهم فعل ذلك من بعض المواقع كما قلت سابقا، من بعض المواقع الشبكة العنكبوتية أي الإنترنت، يأخذون فتاواهم أو يفعلون ذلك بدافع الحماس، دافع الحماس، يعني عنده حماس وسيبلو على أنه إذا فعل هذا الأمر يكون قد جاهد في سبيل الله. ونحن لا نقول بهذا أبدا، وإنما نقول بأن الإسلام بريء من هذه الأمور. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أريد أن أقرأ عليكم بيان
في هذا الموضوع الذي نتكلم فيه اليوم وهو حديث الساعة. وحديث الساعة طبعا لابد أن كل المساجد تتكلم عن هذا الأمر، وفي العالم كله أظن أن هذا الأمر فقط هو دفاعا عن عن, عن 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 أنفسنا حتى لا نتهم، لأن كما قلت هناك اليمين المتطرف يتهمون يستغلوا هذه، وكيستغلوا الانتخابات، كيستغلوا الانتخابات باش يجيبوا أصوات أكثر. ها أنتم كان شنو قلنا لكم الشهاد المسلمين، هكذا أنا تنقول لكم بالدارجة باش نتواصلوا مزيان، الشهاد المسلمين أنت شاش داروا في فرنسا المسلمين، هذه كلمة تقال. واش المسلمين اللي داروا في فرنسا؟ واش الإسلام أمر الناس أن يفعلوا هذا في فرنسا وفي غيرها؟ الإسلام بريء من هذا الأمر. لماذا لا يقولون بعض الذين لا يفهمون الإسلام هكذا خصهم يقولوا إذا كانوا منصفين يقولوا هكذا؟ الذين فعلوا في فرنسا هذا الفعل ممن لا يفهمون الإسلام، هم مسلمون ولكن لا يفهمون الإسلام، وهذا موجود كما قلت حتى في المعتقدات الأخرى. هناك مسيحيون لا يفهمون المسيحية، هناك يهود لا يفهمون اليهودية، هناك متطرفون في كل المعتقدات حتى في البوذية وفي غيرها، لكن يجب أن يكون هناك نوع من الإنصاف. قل فعلها بعض من ينتسبون إلى الإسلام ولكن ليس الإسلام، الإسلام بريء. فعلى إثر الهجوم الذي تعرض له مقر جريدة شارلي إبدو بباريس والذي خلف الكثير من الضحايا، فإننا في المكتب التنفيذي لجمعية الأئمة بهولندا وباسم جميع أعضاء الجمعية نعلن إنكارنا وشجبنا لهذا الاعتداء، وندين بشدة الجهة أو الجهات التي كانت وراءه، كما نعبر عن تعازينا إلى آخره. إن قتل الناس بتلك الطريقة مهما كانت دوافعه لا يقبله دين ولا عقل، إن قتل الناس بتلك الطريقة مهما كانت دوافعه لا يقبله دين ولا عقل، وإن الاقتصاص والثأر ليس من حق أحد الناس. يعني ما ينوضش واحد بوحده يتصرف بلما يرجع، كما قلت في الخطبة للعلماء، استشر مع العلماء ومع الأئمة ومع الناس اللي غادي يبينوا واش عنده الحق ولا ما عندهش الحق. بل هو من حق القضاء وحده، القضاء يلتجئ الناس إلى القضاء في مثل هذه الأمور. جريدة كتقول يعني لو كدير كذا نمشيو للقضاء ولاشكال القضاء سينصف، ولأن قيام أي جهة غير القضاء بهذا الأمر من شأنه أن يخلق الفوضى ولا أمن داخل المجتمعات، وخاصة هذه المجتمعات الأوروبية التي عاشت وعشنا فيها فترة طويلة في جو من الأمن والاستقرار، وهذا حق نشهد به. نعم، واستطاع لأننا كنمارسوا الشعائر التعبدية، يكون عندنا شوية الإنصاف، حنا كنمارسوا الشعائر التعبدية ديالنا بكل حرية. أنا مثلا أقول هنا، أتحدث عن موازين، عن مهرجان ديال الموسيقى الفاسق الماجين الذي يقام في المغرب، والذي يستخدمون فيه مغنيات فاسقات عاهرات ماجنات وتعطى لهم الأموال. عندما يتكلم الخطيب عن هذا الأمر يطرد من المنبر. نحن الحمد لله نعيش في هذه الحرية الآن، نتكلم عن ديننا، نسجب المنكرات التي تقع في بلداننا الإسلامية، نتكلم بكل حرية. الغربيون لا يمنعوننا من هذا، لا يمنعوننا من الصلاة، لا يمنعوننا من بناء المساجد. الإخوان الآن تجمعوا الفلوس باش يشريوا المسجد، راه عندهم رخصة من الدولة من هولندا بأن راه عنده الحق يدير ذلك، وراه هو مسجد بالفعل يولي ديالهم، ولكن يعني كاين حقوق لا توجد في بعض بلاد المسلمين. والله هنا حقوق عند المسلمين وحريات عند المسلمين والله لا توجد، أقسم بالله لا توجد حتى في السعودية، شتي المملكة العربية السعودية لا 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 توجد فيها حرية بالشكل اللي هو اللي موجود بالنسبة للدعاة وبالنسبة للعلماء. دورة تقام في إندهوفن أو تقام في دينهاخ أو تقام في مسجد من مساجد أمستردام مثلا أو كذا، ويستقطب الدعاة من كل جهة يتكلمون في دين الله ويتكلمون عن الإسلام، طبعا لا يدعون الناس إلى العنف، وليس هناك من يمنعهم، وتعطى لهم الفيزا يعني الرخصة للدخول إلى هذا البلد. إذن لابد أن نستغل هذه الحريات وأن نعتبرها نعمة من الله سبحانه وتعالى ما دمنا نعيش في هذه البلاد ونعيش في جو من الأمن والاستقرار. حتى في واستسمح كان جي من المدرسة مرة بعض الأحيان في شلوترديك، وأأتي في التاسعة ليلا، شي خطرة كان جي في التسعود ديال الليل، ولا لعلكم تلاحظون هذا الأمر أنتم كذلك. هنا في هذا البارك هذا ديال شلوترديك هذا هنا الخلاء والعراء، ليس هناك بناء وليس هناك مساكن إلا تلك المساكن الصغيرة التي يسكنها الناس في فصل الصيف. تجد فتاة وحيدة
تمارس الرياضة لوحدها في ذلك المكان؟ هل تستطيع في بلاد المسلمين، في بعض بلاد المسلمين، الفتاة أن تخرج إلى العراء وتأمن على عرضها وعلى نفسها؟ 99% غادي تغتصب والتكريسة. إذن معناك أن هناك أمن واستقرار، هناك أمن وهناك استقرار، ويجب أن نعترف بهذا. واستطاع المسلمون من خلال ذلك إقامة شعائر دينهم بكل حرية واطمئنان، وهو ما قلته، لا داعي لإعادة الكلام. لقد شجبنا ولا زلنا نشجب الإساءة للأديان السماوية ورموزها، هذه مهمة. الأديان السماوية كلها، احنا المسلمين ما يسمح لناش الدين ديالنا والعقيدة ديالنا نديروا الرسوم، نقولوا نديروا الرسوم على عيسى بن مريم ونشوهوا به، ولا نديروا شي حاجة، أو لا على موسى عليه السلام. احنا كلهم الأنبياء على رأسنا وعينا، بمعنى أن المسلمون يحترمون الأديان. احنا هما اللي كنحترموا الدين بالصح، وكنحترموا المعتقدات ديال الناس الآخرين، واخا مثلا نعتقد فيها أنها ليست على شيء، ولكن مع ذلك نحترم. علاش؟ خص كل واحد يوقر الآخر. والله تعالى في القرآن الكريم في سورة الأنعام، شو قال ربي سبحانه وتعالى؟ شو على منهج عظيم في الإسلام؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ما عندهم شوما، لناش لكم كانت عندهم، ما ديش يمارسوا هما عاوتاني الإساءات التي تمارس على المسلمين. احنا في الدين ديالنا تيمنعنا الإسلام من الإساءة، حتى الأشخاص غير بيناتنا، احنا في العقيدة ديالنا، في الدين ديالنا، الحاكم ديال البلد ممنوع الكاريكاتير، ممنوع الرسوم الساخرة. والله يرحم الحسن الثاني عليها بعض المواقف عجيبة جدا عنده، اللي دار رسم الكاريكاتيري يساق إلى تزممرت. نعم أنا مزيان، الرمز ديال البلاد، الحاكم ديال البلاد هو يجب أن يكون أمير البلد أو ولي الأمر، يجب أن يوقر، ليس مقدسا. لا نقول أنا بينه وبين مقدس شخصية مقدسة، لا أقول بهذا، وإنما يحترم. ولكن في الثقافة الغربية كاين هذا الشيء، ولكن إذا كانت يتمارس على الزعماء وعلى كذا، الدين لا. إحنا عندنا معتقد ديننا، عندنا نبي ديننا يحترم يوقر، وكذلك الأنبياء الآخرين، فيجب أن نقف هذا الموقف. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. شوف الإسلام، شوف على منهج عظيم. لقد شجبنا ولا زلنا نشجب الإساءة للأديان السماوية ورموزها، ومن ذلك الرسوم المسيئة لرسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، كما وقع في الدنمارك وغيرها طبعا. لكننا نعارض وننكر أشد الإنكار أن يكون الرد بالقتل وإرهاب الناس أو بطريقة غير التي تسمح بها قوانين البلدان التي نقيم فيها. لابد من احترام قوانين البلاد التي نقيم فيها. ونختتم هذه المناسبة الأليمة لندعو المسلمين عموما ورواد المساجد وأئمتها ومسيريها خصوصا أن يتحلوا بالحلم والصبر والحكمة والتأني في التعامل مع التهديدات اللي هي أن تجيء المسلمين بيحرقوا بعض المساجد ويتعدوا على بعض المساجد في فرنسا وفي السويد. قبل هذه الأيام في السويد حرقوا واحد المسجد، ولكن مع ذلك المسلمين خصهم يتحلوا بالحكمة وبهذا، لأن ماشي الدولة اللي كتأمر بهذا الشيء، احنا عارفين أن الدولة لا تأمر بهذا، لكن هناك متطرفون على غرار ما وقع في باريس. يعني الناس اللي هما عاوتاني ما كيفهموش وكيبغيو ينتقموا من المسلمين، والمسلمين أبرياء، المساجد ديالنا الحمد لله بعيدة على هذا الشيء، لا تأمر الناس بقتل ولا بأي شيء. وأخذ الاحتياطات اللازمة لحراسة المساجد وتأمينها والتعاون مع المسؤولين القائمين على حفظ الأمن بالبلاد. إذن هذا هو البيان، قرأته عليكم، ديال خرجته من الإيميل ديالي في الإنترنت، وكان ضروري باش نقرأه هذا، لأن حتى هو عنده علاقة بالموضوع وهو مهم جدا. وأختم إن شاء الله تعالى، ودائما أتذكر هذه هذا الموقف باش غير باش يعرفوا بأن الدين ديالنا اللي تشرب يسمعونه الآن ويصل إليهم ربما ويترجمونه ويفهمونه. الإسلام ديالنا العظمة ديالو كتجلى واحد مواقف عظيمة جدا كثيرة، منها عندما كانت النازية هتلر النازية في ألمانيا تقوم بقتل اليهود أو إدخالهم في أفران الغاز بحراقهم، واش الإسلام تأيد هذه المواقف؟ الإسلام لا يؤيد هذا. الإسلام لا يأمر بقتل أحد أعزل أو بحرقه بالنار أو بشيء من القبيل، هذا في الدين ديالنا مرفوض. كان أحد العلماء في المغرب، وهو من كبار علماء المسلمين، وهو ابن الحركة الوطنية، وكان سلفيا، السلفية النقية ماشي ديال التكفير ولا ديال القتل،
السلفية الحقيقية، وكان وطني مجاهدا، اسمه مولاي العربي العلوي سيدي محمد بن العربي العلوي معروف. هذا الرجل كان من العلماء وكان من الوطنيين وكان من المجاهدين. قال لمحمد الخامس رحمه الله عندما كانت النازية تأخذ اليهود من البلاد الأخرى لقتلهم ولإحراقهم، قال له: يا أمير المؤمنين، يجب عليك أن تعلم أن الإسلام ينهى عن قتل الناس وعن تسليمهم إلى العدو ولو كانوا من غير المسلمين، وأعني بذلك اليهود المغاربة الذين يعيشون في وطننا، فلا يجوز أن نسلمهم للنازي هتلر ليقتلهم، لأنهم أهل ذمة، لأنهم أهل ذمة، وهم يعيشون في وطننا آمنين على أموالهم وأعراضهم، ويجب أن يبقوا كذلك، ولا يجوز شرعا أن يسلموا لها للنازي. ولم يسلم ولو يهودي واحد للنازي من المغرب. منين جاب هذا الشيء؟ ومن الإسلام. وهذا هو الذي ينبغي على الغربيين اليوم الذين يتهمون الإسلام بأنه دين الإرهاب، البعض منهم الذين يتهمون الإسلام بأنه دين الإرهاب، أن يفهموا هذا، يرجعوا للسيرة النبوية وهذه أعظم شيء، ويرجعوا لبعض المواقف دي البطولية دي لبعض العلماء كهذا العالم الذي تكلمنا عنه، كيف كان موقفه عندما كانت النازية تقتل اليهود، فأمر الملك أن يتوقف عن هذا الفعل وأن لا يسلم أحدا من هؤلاء إلى النازية، لأنهم مواطنون وأهل ذمة، فلا بد أن يعيشوا كذلك آمنين على أعراضهم وعلى أموالهم وعلى أنفسهم في ظل الإسلام. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا وصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اهدنا واهد بنا ووفقنا إلى كل عمل صالح ترضاه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الأمن في أوطاننا، اللهم ارزقنا الأمن في أوطاننا، والعافية في أبداننا، والإصلاح في أولادنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شق ولا محروما. اللهم اشف مرضانا واهد ضالنا ورد غائبنا. واحد العدد ديال الإخوان ديالنا في المستشفيات مرضى، وهناك من في البيوت، وهناك من معنا في المسجد، نسألك يا ربنا أن تشفيهم. اللهم اشفيهم وعافيهم، اللهم اشفيهم من هذه الأمراض، اللهم يا رب اشفيهم من هذه الأمراض، اللهم طهرهم يا رب العالمين، اللهم اشفيهم وأفرحهم بالشفاء العاجل يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اهد ضالنا، اللهم رد غائبنا، اللهم اقض ديننا، اللهم اهدنا سبل السلام، واخرجنا برحمتك من الظلمات الى النور يا عزيز يا غفار. يا من ختمت سورة الصافات بقولك: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.